بعرف مش نختم على الشخصية مع البراند بتاعي، مش نختم على الشخصية ونردها كإنسان. أنت ديجا ما بين جوج من الناس حتى لو كانوا يلبسوا كيف كيف ويخدموا كيف كيف وقراوا كيف كيف، ما يكون واحد وشخصيته. دونك شنو الشخصية اللي الماركة بتاعي باش تتمسها؟ ولي ما يتمش تكون دي شخصيتي أنا، خاطر الماركة ماهوش أنا. نجم نقول أنا راسي في البروجي، من الغلطة اللي برشا يقوموا فيها هو ما نحبش الأحمر على خاطر جو نيم با لو روج، دونك ما تحبيش الأحمر، ما نحبش الكيبو هذايا خاطر أنا جو نيم با. نو، فو با غير بشي حاجة، سادي بخون دو ركول، إي فوار كيس كي بيان بور لا مارك، بور أكيرير هيك معناتها هيك معناتها هيك هيك لا تسير هذيك اللي باش تخليها هي كويرونت مع روحها. ايفيتي كونك انت تمشي على اليمين وعلى اليسار والسكيزوفرينيا اللي نشوفوا فيها برشا عند العباد. خاطر الماركة اللي مالك منهم مش بيكونوا سكيزوفرينيا، ولا تحكي لك على اليمين ولا تحكي لك على اليسار ولا تمشي هكا ولا تمشي هكا. اي في الاخر شنو اللي شكون يتعب هذا؟ باش يتعب لو كليون، على خاطر لو كليون بالنسبة لي ماركة كونتراكت. C'est un contrat, une qualité, une confiance, une vision, des valeurs que la marque défend, ou les N, je partage, ah, ou les N, je suis un N, je suis un N, je vais le levier, je suis un consomme, je suis un N au client par la marque indique, ou je réachète le réachat et je recommande. Donc, quel est le coup de maître le projet de l'écran, quand il dit, je ne sais pas, tout à fait une logique. نتاع فريم ورك صندوق اللي تحاول تشد روحك تشد فريم ورك. معناها اون طاك بروجيكت مانجر كي تو تلونسي لانه يعمل براندينغ للحاجه اللي قاعد يخدم فيها، شو هما لي ديفيكولتي اللي لازم يلقاهم بيدو في الشومان انه يل في لا ديفيرونس و يل كري معناتها حاجه كي دور. أنا أقول لا ريغور والكادر دو ترافاي، خاطر بالنسبة للمانجير اللي هو باش يكون جديد مازال كيخرج ولا يعمل أن لونسمون تاع برودوي جديد، يعني في بالي دي لونسمون دو برودوي كل شهر. تحب تقرا باش تلقى ليكسبيريونس نتاعو ليميتي، اللي هو ينجم يشوفو في 10 سنين ان كونسلتون اكسترن في براندينغ ينجم يشوفو فيها عام. اي دوكو فما اون كول ديكسبيريونس اللي ماهيش هي بينا، فما دي ريفلكس كان نشوف ما بينهم. باش تجاهل معناه من الاول على خاطر مش باش يعرف وين باش يبدا. الوغ كو كيف كون تو ريسبكت ان كادر دو ترافاي ان فريم ورك واضح تخلط sans difficulté de poser les pierres angulaires, les cornerstones تاع بروجي ولا براند باش تكون خاطر هذه هي معناتها مش الفكره هي سي با مش الفكره اللي برشا عباد يشوفوا الفكره نتاعه هو اللي باش تخليه انوفون. نو الافكار منهم ملايين يتعاونوا في العالم كله، مش الفكره هي اللي باش تخليك انت تنجح في البروجي نتاعك. نو دوتر فاكتور منهم لا بوسونس و فورس تاع لا غولاسيون اللي ترانس تنجم تبنيها مع الكليون نتاعها ومع معناتها لي جون كو هي دار لوكيل سافيس. ميرسي بوكو. لا ميم كيستيون بو فو ابروبو دو سكوبينغ. Donc pour un project manager qui va faire le scoping de son projet, je me rappelle que les individus conscients peuvent m'avoir des problèmes pour ne pas en tomber et le problème d'un scope qui est plus faible. Oui, on a déjà appelé le marché, on a fait le donc, la bonne définition du scope sous les contraintes de l'ordre, ou qui fait c'est le manque d'expérience. Donc, le fait de nous
فما دي كادر كيما نازوما فور لي ستيديون نحكي معناها انا تو الكلام معناها بالطبيعة نحكي معاكم انتوما اون طونك بروشان انتربرونور بتيتر دي انتربرونور كي سون اون كور ديجا دونك المشكل الكبير هو المونك ديكسبرتيز دونك ديكسبرتيز دونك هنا نحكيو على حاجتين سوا دي كونسلتين اون سيبور سوا دي كوتشين هذوما الحاجتين اللي نجمو نعملو خاطر الكادراج اللي اسونسييل خاطر يربح وقت ويربح برشا ايفور ف بور فير لا ديستانكسيون خاطر باش تعمل ديستانكسيون معناها لازمك فريمون تو سورا اونيك معناها نقول انا ريتم الجمهور هذا الكل انا لازم نخرج بحاجه ديفيرونت بارابور ليهم مش الفكره كما قال غسان لي ديفيرون كهو الفكره اللي تريز امبورتونت مي كومون فير كومون ابريزونتي نجم يكون عندك اقوى فكره اكزومبل نرجع معاكم شويه بالوقت الكبار كيف يكون يعرفوها مي لي جون اونكور نو لا كريز دي زاني 2000 في التيليكوم معروف شنو صار جيو قالوا نحن توا باش نتعداو من 2 جي اللي يعطي 150 كيلو بيت 172 كيلو بيت كيلو بيت نحكي بها مش ميجا دي بي دي بي نتاع 2 ميجا يا حاجه اكسترا اوردينير وقتها وقتنا نحن دونك يعني النافيغاسيون الدنيا باش تزود كل شيء دونك شنو اللي صار الناس اللي طلعوا بالفكره هذه سي كيف كون دي انجينيور مي سي دي بيور انجينيور سي دي بونسور الانجينيور شنو الرول نتاعو هو يلقى دي سوليسيون للمشاكل يحسن حياه الناس اما الانجينيور هذايا عنده مشكله لازم يجي يصنع لك كيس يتباع مليون عليه خاطر مضاد مش عارف شنو فيه يعني لي سبيك تكنيك نتاعو اللي كنت مع عالي ياسر هذايا لازم براندين غادي من قوي باش نجم تبيعو داكوردو مي الا باش تهبط بيه للقام الكبيرة تاع معناها لي كروند باز ما تنجمش دونك كيس كيفو فو لانترفونسيون كوميرسيال بيزنس pour modérer à quel produit il est. D'accord. Donc, dans les années 2000, nous avons eu l'UMTS, l'I3G, l'Europe. Et ça, je suis bio. Je dis, je suis bien comme ça. 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 Il faut changer le système de colo. مثلا في السيبكور زادوا 30% من الماتيار ولاو يقريو تو سكي ماكرو ايكونومي ميكرو ايكونومي جي ار هاش ماركتينغ كل شيء دونك قالوا ان البروفيل تاع الانجينيور سي تري امبورتون اللي يبداو فيه الحاجات هذوما وبالطريقه هذيا لوش تي فورم الانجينيور تي فورم ان بروشان بروجيكت مانجر ولا انتربرونور خاطر عنده الكوتي بزنس في مخه اوسي بيان كو لو مايند سيت تاع الانجينيرينغ تاع ريشيرش دو سوليسيون اي لا ميزون بلاس دو سوليسيون نرجع الحاجات هذوما لازم شكون يعاونك فيها سينو تي با بيردر ان بو دو طون اي دو ليفور قولي انت ينجم يقعد هذاك ليرنينغ بطبيعته خاطر يدخل في الكورسيس نتاعو يقول لك انا نتعلم ونتكربس ونورمال ننسي ستارت اب نتاعي ونسكرها ومن بعد نعاود نحلها برشا فما افكار كيما كي سيرتو في لي جون تاع توا دونك نجم انت معناها تختصر فني علاش مثلا ما تلقاش دي كادر اللي يخليهم باش تخدم دونك الكونترانت الكبيره هو هذه هي الكادراج اي المونك ديكسبيريونس اذا انت لقيت لها حل الحكايه هذه اترافير دي سوليسيون كيما كنت نحكي عليها دي كوتشينغ ولا دي كونسلتينغ ولا تشوف ما نعرفش لي زونتيتي اللي هما يعملوا في الشيء هذايا دونك سو سرا اون بون شوز Juste deux remarques. L'année, je me suis dit, on a créé le KCB, et j'ai fait un mosaïque de l'année, et j'ai fait un cassage, et j'ai fait un bureau. On connaît qu'un ami, mais d'un point de vue branding, c'est très important quand on est à la fin de la fin, parce que toi, les capacités techniques, ou les jeux de couche, et tu te distingues par rapport à l'offre. Mais il y a des choses qui sont à la fin, et il y a des marchés sous abordables. Mais toi, شنو توري الكاباسيتي نتاعك في الانوفاسيون والكاباسيتي نتاعك في الميتريز كيما كي نشوفوا احنا مثلا
إيلون ماسك، تعرفوا الكل إيلون ماسك، توقع لي بحكيه على سبيس إكس، على شيء ديفلوب سبيس إكس، وهو حاطط أهم فلوس في سبيس إكس، باش يولي اللي هو الموتور واللي زوج نتاع أونجان يطلعك أنت للفضاء، مش باش يكيدو. ينجم يعمل حاجة كيف ألو كيفاش تخوي يكون الكراهب نتاعو الموتورات نتاعو إلا سيت أن بوان دو فيو انتريسون على خاطر يولي الكاباسيتي نتاعو في حاجة كبيرة دوكو صغير مش باش يكيبو لو بلوس بلو بوان كيما صديقي اللي قاعد مقابلني هنا اللي هو واقف كي تنجم تلفتو نتاعو اللي هو اللي فيه ديفيرونس بارابور أفو بعدين كرسي ينجم يقعد هو مي هو واقف Et du coup, j'ai la remarque. Je crois que souvent, nous rejouons en deuxième pièce de la fac, où ça a été arrogant. Ou en toute amitié, on peut le dire, 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 on peut Donc, il faut toujours se. Dans un jour, je chauffe le fric, je chauffe le fric. Ou alors, quand je t'offre sur tout un salaire, alors le privé, mais je suis chien, je suis en retard. Donc, quel est un point Je viens d'Iman Makoul, où les jeunes, on a un rage, on a un rage, on a un rage, on a un kiff, où les 5-6 chemins, ou 7-5 chemins, tout simplement, كل سكول معناتها ريجيم ميتريز ماستر خاطر انا ماستر ما نقبلش كذا كذا دونك ان بو دو شو تسمى ليميتي جيست انا عندي كيستيون على حساب جيست بور فير لو ليان في الجورني هذي اون فات على احنا نحكوا على البروجيكت سكوبين معناها شنو هما البيست براكتس اللي واحد مازال يعمل في سكوبينغ نتاع البروجي نتاع ناخذ الكادر نتاع هذايا تو معناها جينيور اونتربريز سي اسونسيالمون حتى البروجي معناها سي كي لابيل كبروجي هو اون فيت هو يحب يعمل ستارت اب ولا شركه مي نهار كي تبدا تنتج دونك قبل هذاك الكل سي ان بروجي ما عرفش هذايا هو الفهم نتاعكم كان نحكوا على اونتربريز هكا ولا ستارت اب دونك شنو اللي يهم هنا جيست بور فار لو ليان ما بين شنو البراندينغ اللي ينجم يعملوه هما مازالوا في سوا ديزون في البلانيفيكاسيون من الاول معناها كان نضحكوا بلغه اخرى معناها البراند مانجمنت او نيفو معناها بلانيفيكاسيون ويكزيكسيون دي بروجي ومن بعد اون فوا عمل السيت اب نتاع الشركه نتاع في لوبيراسيونيل شنو البراند مانجمنت من اجيس بو فال ليان باش ولا بن خلينا نرجعوا للي بيليه تاع البراند اللي هما الحكايات اللي باش تحكيها من البراند سامحني حسين مثلا البيست براكتس ما عرفش انا سبونسورين في الفيسبوك ولا انا نحط له في خلينا نحكي لكم على السبعة الكادر بيليه تاع البراند. دونك أول حاجة شنو لي ستوريز اللي باش تحكيهم البراند هذي باش كول بور كولي كادري افيك افيك لودونس نتاعها يعني هنا نحكيو على اللي حكيت لكم على بكري هي ديفينيسيون تاع المارشي نتاعها ولا الباي بيرسونا فوا خدمت الخدمه هذيك وفوا فهمت لي زاتونت والمشاكل نتاع المارشي تاعك باش تخدم على البيرسوناليتي نتاع البراند تاعك اذا كان عندي في البارتي الاولانيه وفوا هذيك الحكايه هذوما باش نتعدى البارتي استراتيجيك الفيزيون الميسيون ولي فالور نتاعك نتاع البراند و اي سي لا و في ستارت اب سي با لو فو كومونسي قبل ما نحكيو على ليدونتيتي غرافيك قبل ما نحكيو على خاطر هذيك كيما انت تمشي سيرزي باش يخيط لك كسوه ماكش باش تقول له اسمع الو اما نحب كسوه هذا شنو نشوف انا في لي باج فيسبوك ولا غيرها نقول
j'ai besoin d'un graphiste freelance pour chamailler le groupe. معناتها تقولش هكا لو عمل لي كسوة. الكسوة صديق اللي تبدا تجي وتقيس وتعمل وخليك اي سي سا لا بارتي مولانية بالكل اللي هي لا بارتي استراتيجيك. انت كستارت اب باش تحلها شكون الاودينس نتاعك؟ شنو هي مشاكلها؟ نحكيو على لومباتي، نحكيو على ليكوت، على ليزانترفيو، نحكيو على لي تكنيك هذوما اللي فيكم اللي يعرفوها فيكم اللي نجم غدوا على سيدي دوك معناتها حاجه موجوده على سو جوجل يكون جوست تابي تاع دي روشيرش كومون فير سولا ولا فو فير اكومباني بور لي ستارت اب كي زانكوباتور كل شيء مع نجم من هما يعاون باتي دو لانيا استراتيجي باش انت بعد اون فوا فو افي كونستروي هالشخصيه اللي انت باش معناتها باش تلبس نفسك باش تنجي تخدم الميسيون تاعك انت كسوسيتي ولا بروجي كيلي كبراند كيلي لا ميسيون تاعك علاش انت موجود شنو هو لوبجيكتيف تاعك بارابور وين تحب تهز الكليون تاعك دون كيل افونتور تحب تهزو معاك بار كيل مويان انسويت On a défini la mission, on définit la vision. La mission, je travaille avec Enti en fin de compte, mais la mission et la vision, comme je suis dans une métaphore, je suis avec Enti, je suis avec le ton de Nokba, à la fin de Enti, on a une opportunité. Je suis avec le fer, je suis avec le père, ou qui est avec le père, je trouve un spectre d'opportunité. Je trouve le point avec le père, ça y est, je vais le faire le problème. كي تخدم انت الكوش معناتها كي تخدم البارتي استراتيجيك نتاعك سيمبل تخليك انت تحل هذاك الباب هذاك وتشوف معناتها قدامك ان شون محمول وين انت من بعد تو ديسيدي وين اكزاكتومون فو فولي الي بور افيك فوتر بروجي. ميرسي بوكو. Donc, on est arrivé presque à la fin du panel. Je cède la parole aux gens qui sont assis là-bas. Si vous voulez demander des questions quand on déclare la session de Q&A, si vous avez des questions, n'hésitez pas s'il vous plaît. Allez, mettez-vous sur mon chat. Vas-y, merci. Sinon, t'as de laisser le faire voir. ما بيش أصحابك في الديماج مع الخدمة وإلا فوندامنتالمون معناها شنو هي الفريسة؟ فوندامنتالمون دير البراندينغ تاع اون مارك ان براندينغ كوربوريت سي اون مارك كي باش تشابوتي دي مارك أخرين يعني مثلا ميتا اليوم تشابوتي في فيسبوك انستغرام كذا 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 و مارك زوكربيرغ قاعد يخدم على البراندينغ تاع ميتا قاعد يخدم على ليماج دو مارك تاع ميتا لينوفاسيون الميتافيرس شنو كذا هما حاجات ثم شكون يخوف ثم شكون يولي اونتوزياست باش دو فار بارتي من لافونتور هذايا ثم ماركات اخرين بريفير اللي الكوربوريت ما تعملهاش براندينغ كيف ما لو كان تاع جوجل مثلا جوجل لا سوسيتي مير اسمها الفابيت شكون يعرف كلمة الفابيت حتى حد الفابيت عندها جوجل عندها يوتيوب عندها يمكن 10 اللي يعرفوهم اللي ما يعرفوهمش خاطر جوجل يكونسيدير كلي جيميل كي ان برودوي يكونسيدير جوجل كالندر ان برودوي يكونسيدير جوجل سيرش ان برودوي يوتيوب ان برودوي وكل واحد البراندينغ تاعو
والبروجي هو ستبرا والبروجيكت براندينغ هو سيكون جزء من الداتا بالنسبه لي انا بعد نجم نعتذر كيسيون دو بوينت فيو اذا كان مانيش نحكيو على براند كيف ما جوجل ولا كيف ما جيميل ولا كيف ما اللي هي باش تخرج على اللي هي نحكيو على في وسط انتربريز اون انتر اون انتر بون الخدمه ماهيش هي بيدها مش كيما باش تعمل براندينغ تاع شركه كبيره كيما باش تعمل براندينغ تاع بروجي مي لي فوندامونتو هما بيدهم وين تحب تمشي بالبروجي تاعك شنو الفيزيون تاعك تاع البروجي تاعك شنو الفيزيون تاعو وين تحب كومو يبدو ايفولوي شنو باش يعمل شنو باش يخلي هو كي يبدا وانت عندك في شركه بليزيور بروجيكت مانجر شنو باش يخلي لي بريوريتي تمشي للبروجي تاعك انت بلوتو كو باش وهذو ما سي دي شوز اللي تخدم انا مش عندك في الريفليكسيون تاعك vous arrivez à faire la différence par rapport à quelqu'un d'autre. Ou maintenant, vous savez, qui me pour le Jeff Bezos, le branding, en fin de compte, c'est ce que disent les, à propos de vous les gens quand vous quittez la salle. Il y a une barre à l'intérieur. Quand vous êtes pitch de projet PR, ou ça veut dire que vous êtes pitch de projet PR, ou l'AF, ou l'AF, ou l'AF, ou l'AF, ou l'AF, ou l'AF, شنو باش يقعد يقول عليك عارف شنو باش يقعد يقول على البروجي تاعك انت اي سي اونيكمون سا سي جو معناتها لا ديمارش فوندامونتال اي لا ميم مي ا ديتاي بيان سور معناتها ما نعرفش كان سي مبروك ما عندوش لا خاطر انا من الاول سمعتها بروجيكت بلانينغ و هذاك علاه هي براندينغ Merci beaucoup. S'il vous plaît, d'autres questions. Vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions. Michel, toutes les questions, elles sont bonnes, tu sais, Rana. Et ça. آخر واحد باش يعطي question عنده كادو. آخر واحد. آخر واحد. En fait, en tant que project manager, il m'a trouvé que 90% du temps par project manager qui fait de la communication. Donc, maintenant, il fait tout ce que ce soit pour la planification par projet ou pour l'exécution, controlling and monitoring ou pour le closing. Donc, le brand management, ça fait partie de la communication. Donc, c'est le rôle du projet manager, c'est 5% de l'ordre, c'est de communication. حاجة فكرت لها هو كيفاش الشركات اللي تدخل كراهب اللي حتى إذا كان بيع كراهب للمارشي بوبيلير ديما تتنافس في المارشي لوكس المارشي الكبير لكن هنا نفكر فما تقول فما دي تكنيك فما تكنيك هذي اللي تعمل بروجي لوكس تظهر راتب وصارت لاحظ انه فما تكنيك امبيرس تعطي بروتوي أما البرودوي ستاندارد تاعك يكون خير منه والديفيرونس دو بري يعني تحس انه فما ستاندارد احسن اكزامبل هو الكازوزا تويت او الكازوزا تويت او نص في الطلقه البري تاعهم برشا في مخك تقول ديما ناخذ ايترو نص دي بريق السؤال تاعي وقتاش تعرف اللي جا تكنيك هذو اسكو هما جا تكنيك كان فهمت البريك وقتاش انت تستعمل يعني الاكزامبل تاع كوكا بيترا
ونكون بقيت نص وقتاش تستعمل انت باش تولي استعراض اغاليات نتاع انت ان برودوي دو لوكس دونك تنجم تعمل بون البراندينغ ماهوش عين صحيح ماهوش سي با لو سيونس اكزاكت من منظوري انا اللي يخدم اللوكس لي برودوي دو لوكس في ديفينيسيون ماركتينغ تاع برودوي دو لوكس ما ينجمش يخدم برودوي برودوي كونسوماسيون ولا حاجة يعني ماهوش لوكس خاطر هو اللي انت تضر البراند نتاعك الاولانية سيت ان بروبليم تاع ايماج دو لوكس عنده ليماج نتاعو و كون فو اوفري لا بوسيبيليتي باش تعمل حاجة ماهيش لوكس ماهيش في المزيون ماهوش فما داون جريد تاع ليماج نتاعك باغ كونتر الاولاني سيت اون بروبليماتيك سيلز فونت يعني كوكاك تبيع ايترا و بعد تزيد شوية و تاخد ايترا و نص ما فماش ان بروبليم هي ليماج سي بالعكس يعطيك انسايت باش انت تشري باغ كونتر لو لوكس تشريو مش خاطر هذا تحب ولا ما خاطر فما حكاية أخرى أو دلا دو بخي كهرباء لوكس مرسيدس مثلا مرسيدس مرسيدس كوكو مرسيدس مش لوكس برشا نتصور مثلا زاد سي لي كوت كليون فيها ما عرفتش لو كان شفت مثلا كوكا كولا كانت عندها هذيك البولار هذيك طويلة عملوا صغيرة فهمت دونك من ما بين لي دو هذوما ما عرفتش ليكزومبل نتاع تيل نت مشات عملت سبيس القمر الصناعي سي كيف ما يحكي لك في معناها بريسك نفس الفكره في ايلون ماسك معناها اذا كان عمل هو يخدم على الالكترونيك كومباركي فهمت ضمن نتاع الالكترونيك كومباركي معناها اذا كان عملت قمر صناعي سكو في نجم فوالا بحاجه في كهرباء ولا في طياره معناها نخدمها فاسيلمون فهمت دونك يظهر لي هو ديجا ستيف جوبز قبل ما يعمل الايفون عمل الاي ايبود معناها فينالمون هو الى ديتروي اللي هي فما برشا عباد لامو علاش عملت هكاك معناها قالوا لك هو يعرف معناها انا معناها كلا روح قبل ما ياكلوه فينالمون دونك اسونسيلمون بالنسبه لي وحده لو لوكس ما تنجمش انت تطيح اللوطه هذا كي تطيح اللوطه فما عباد اللي تشري لوكس تكون هذايا مش سي با 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 ماركات اخرين مي سو مش هو بي اي دو كو اون بريزيرف ديك ايماج هي اللي ا بيرفورمانس ايغال انا جو سو جي ان اوتر مارشي جي نوتر سيت معرفش كي جاوبت لي جست حاجه بركه سامحوني جست على فرد مرسيدس وانا خدت مضرب شويه بيكم بس تسمع عارف ان هي تصنع ديما الجام تاعها معروف بها وتصنع دي برودوي بيورمون مرسيدس يعني حتى كان تعمل دي سوبورتونس في كيلك برودوي الكترونيك مثلا بوش فاري حاجات كيما اللي كان ديما تخدم مع نيفو عالي المره اللي عملت فيها موتور معناها لي زانجكتور نتاعو مع ان سوبورتون اللي نيفو الكاليتي نتاعو اقل شويه صارت لها برشا مشاكل مع عملت فيها برشا موتور اللي هو الموتور سي جي دي المرسيدس وقت اللي المارشي بدا يتحل ما عادش الفونت نتاعها كيما العادة ولي كونكيرون الاخرين بداو يخلطوا عليها نوتامون بي ام وودي بعد خلطوا عليها حتى الفولكس فاجن دونك اش قال لك انا مش نقعد في البرج العادي نتاعي برج العاجي وخزر قال فما ريسك نتاع بزنس دونك كيس كي لافي الى في سوتريتونس نتاع لي موتور رونو ظهر لي موتور دي سي
دونك ولات تعمل دي موتور اضعف خاطر هي موتوراتها ديما انفويت وتطلعها عملت موتورات اضعف اي ديكو وعملت تراكسيون افون خاطر كرا مرسيدس كله مش كل عجيني تاني دي فهم تو سكي ديفرونسيال وار تكلف اكثر دونك عملت بلاصتها بلاصتها